بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فكل ما خرج من الكلب من فضلته المائعة والجامدة فمحكوم به بهذه النجاسة، وإذا أصاب لعابه أو أصاب دمه أو أصاب بوله أي شيء من الأواني والأوعية فحكمه حكم الولوغ بلسانه، وهذا أصل عند العلماء، ولذلك قال الأئمة: تغسل نجاسة الكلب سبعا، تغسل نجاسة الكلب، فهو نجس العين، يعني ذاته نجسة. إذا قلت إن ذات الشيء نجسة، وهذا الطرف الثاني من السؤال، إذا قلت إن ذات الشيء نجسة هو في الأصل الطرف الأول من السؤال، جميع ما يستحل من هذا النجس نجس. لماذا؟ لأن الفرع آخذ حكم أصله، وما تولد من شيء أخذ حكم ذلك الشيء، هذا على الأصل، يشمل بوله ولعابه وما يكون من عرقه وكل ما يتعلق بفضلته المائعة. هذا الجامد اللي هو الشق الثاني من السؤال، هذا الجامد إذا مسه الإنسان أو وضع يده عليه فلا يخلو أن تكون اليد إما رطبة وإما جامدة. إذا وضع يده على الكلب، كالكلب المعلم أو كلب الصيد أو كلب المأذون باتخاذه، فإننا لا نحكم بنجاسة اليد، لأن الجامد من النجس إذا التصق، إذا وضع عليه الجامد لا يتنجس. ولو أن هذا الكلب حك ظهره بفراش أو حك ظهره بمتاع، حك ظهره بثوب الإنسان، لا يتنجس الثوب. لماذا؟ لأنه جامد مع جامد. لكن لو أن الثوب كان مبلولا أو كانت اليد فيها بلل وأصابت هذا النجس، فحينئذ تنتقل النجاسة إلى ماذا؟ إلى اليد. الأول نجس عيني والثاني متنجس، لأن الطاهر إذا أصابته النجاسة تكون نجاسته فرعية، ليست نجاسة العين الأصلية. فحينئذ هذا النجس العين، الكلب أو الخنزير أكرمكم الله، إذا وضع الإنسان، إذا أصاب أي جامد، لو جاء على فراش وجلس عليه أو احتك بالفراش فلا تحكم بنجاسة الفراش، ما لم يكن أحدهما رطبا، إما الكلب أو الفراش يكون رطب يعني فيه رطوبة، أو يكون الكلب رش بالماء فعلى ظهره الماء، أو يكون الكلب به عرق تعرق فجاء على الثوب أو مسح بالثوب أو اقترب من الثوب، ماس الثوب ولامسه، لابد من الماسة والملامسة. فإذا لمسه ومسه فإن هذا العرق أي رطب إذا أصاب نجس العين أو النجاسة العينية، مثل الغائط مثلا إذا كان ناشفا ثم أصابه ماء فإن هذا الماء يتنجس، إذا أصابه بيدي وكانت مبلولة يتنجس، إذا أصابه بثوبي وكان مبلولة يتنجس. إذن الكلب يفصل في لمسه، فإن كان الذي لمسه بيد ليست عليها رطوبة فإننا نحكم بالأصل وهو طهارة اليد. ولو أن الكلب دخل في السيارة فأدخل في موضع، فجلس على موضع الجلوس على الكرسي، كرسي الجلوس، أو نام عليه ولم يخرج منه أي عرق ولم يخرج منها أي فضلة مائعة، وكان الكرسي ليس به أي شيء رطب يوجب انتقال نجاسة، فإن نحكم ببقاء الكرسي على الطهارة، لأن الأصل الطهارة، والنجاسة من الكلب لا تنتقل إلا إذا كانت الرطوبة فيه أو فيما مسه أو ماسه. وعليه فإنه يفصل بهذا التفصيل. فلو أنه أخذ الكلب فأدناه إلى جسده فلعق الكلب بلسانه اليد، تغسل سبعا وتعفر. هذا أصل في نجاسة الكلب عموما، أنها إذا قيل وتغسل نجاسة الكلب سبعا إحداهن بالتراب، لما قالوا تغسل نجاسة الكلب سبعا أي أنه لو لعق بلسانه أو لحس يد الإنسان أو من صاحبه الذي يعلمه أو صاحبه الذي يروضه جاء فاقترب منه فلحس يده أو لحس رجله، فحينئذ هذه النجاسة الموجودة في المادة الرطبة تعامل معاملة
الطهارة التي ذكرناها بالتسبيع، ولا بد من أن يكون التسبيع إذا وقع في الشيء الرطب، وبناء على ذلك لا يحكم بالنجاسة إلا على هذا التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.